تعتبر الفنانة والإعلامية الكويتية هند البلوشي من أكثر الفنانات الخليجيات إثارة للجدل. ولدت عام 1985 وترعرعت في عائلة فنية، فكان والدها عازفا للعود وأختاها كل من المغنية مرام ومي البلوشي في مجال الغناء والتمثيل. أول أعمال الممثلة هند البلوشي لها كانت في مسلسل اللقيطة، حيث من هناك اشتهرت وكان دورها ناجحا، وذلك بعد اكتشافها من خلال بعض المسرحيات التي كانت تقدمها مع أختها مي البلوشي. وفي الفترة الأخيرة انتشرت أنباء عن زواجها سرا، خاصة بعد انتشار صورة لها مع الفنان العراقي بلال الشامي وهي بفستان الزفاف. نفت هند البلوشي كل الأنباء حول زواجها، مؤكدة أنه مشهد من مسلسلها الجديد هي وبناتها، وبيّنت خلال لقائها في برنامج عالسيف أنها طلبت عدم عرض حلقتها ببرنامج رامز في الشلال المذاع رمضان الماضي، قائلة إنه بالنسبة لشخص رامز جلال فهو إنسان خلوق. وأشارت إلى أنها وصلت لمرحلة الانهيار خلال فقرات برنامج رامز، وخرج منها كلام غير لائق، حيث كانت تجهل أنه برنامج رامز جلال، ما دفعها إلى الرفض القاطع بعدم إذاعة الحلقة. وحول حقيقة خلافها مع الفنانة الكويتية حياة الفهد قالت هند: أم سوزان أمي الثانية، وإن كان في عتب للغالية فعتبي عليك، تمنين على العين والرأس من فوق، وإن كان في زعل أجيلك لعندك وبوس راسك. وأردفت: وصلني كلام أنها حاطة عليا، لكن وجه بوجه ما حصل شي بينا، ولي الشرف أنه بعد 15 سنة أرجع وقف قدامها وبنتظر هاللحظة. ونوهت بأن الغيرة موجودة في كل مكان في العمل وفي البيوت أيضا، قائلة إن الغيرة سلاح ذو حدين، قد يكون جميلا أحيانا وبشعا كثيرا في مواقف أخرى، مضيفة: يا بخت من قدر يضبط هذا الشعور، ضبط النفس مهم وهذا كله يروح بالقناعة. وكانت هند البلوشي قد أثارت جدلا واسعا حينما نشرت صورتها بفستان الزفاف على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام مع الفنان العراقي بلال الشامي، وتناقل رواد التواصل الاجتماعي فيديو لها فيه جدية زواجها، إلا أنها كشفت أنه مقطع من مسلسل هي وبناتها. يشار إلى أن هند البلوشي كانت متزوجة من الفنان مشاري العوضي وأنجبت منه ولدين هما عبير وجاسم، قبل أن يبادر العوضي إلى إعلان طلاقهما العام الماضي بعد أن كان قد اتفقا على عدم الكشف عنه حرصا على ولديهما عبير وجاسم، وذلك قبيل طرحها كليب مستفزة.